أنا ما أحب أؤكده إن أنا لا علم لي شخصياً بمثل هذه اللجنة إلا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وما تم الاتصال فيني ولا أعرف هذا الموضوع. ومن ناحية أخرى أنا أيضاً لا أرغب بأن أكون رئيس لهذه اللجنة، لأن هناك مجموعة من الشباب الكويتي، مجموعة من الرياضيين الكويتيين يستحقون أن يكونوا في هذا المكان وأن يعملوا في هذه اللجنة. ولذلك أنا إذا عرض علي فأنا معتذر، وإذا لم يعرض علي فالشباب الكويتي فيهم الخير. أجمع عدد من الرياضيين على كفاءة الدكتور حمود فليطح مدير الهيئة العامة للرياضة، مؤكدين قدرته على إدارة الهيئة وحل المشاكل الرياضية العالقة. ونحن الحمد لله نرى أن الوضع الرياضي والحمد لله يسير بخطى، والحمد لله ممتازة، ونتمنى إن شاء الله المزيد من الإنجازات بالنسبة للرياضة الكويتية ومزيد من الاستقرار والتقدم إن شاء الله، ونتمنى إن شاء الله التوفيق والازدهار للرياضة الكويتية وتعود إن شاء الله إلى مكانتها السابقة بإذن الله. نتمنى له كل التوفيق ونعمل اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب، وحنا متفائلين في المرحلة القادمة بوجود الدكتور حمود فليطح وأخوانه أن يكون هناك إن شاء الله نقلة نوعية في الهيئة العامة للرياضة وفي الرياضة بشكل عام، وكل التوفيق للدكتور حمود فليطح. الدكتور حمود كل الرياضيين يتفقون عليه، كل الأندية يتفقون عليه، شخص محبوب، شخص له رؤية، شخص عمل للرياضة وإحنا حسينا فيها كأندية. المطلوب أنه يستمر على نفس النهج إن شاء الله، والله يوفقه، وإحنا كأندية واتحادات إن شاء الله إحنا معاه، وكل هذا من أجل مصلحة الدولة إن شاء الله، والله يوفقه. نتمنى من إن شاء الله مزيد من دعم الرياضيين، يعني نخص في هذا الدعم رياضة السيارات والدراجات لما قدمتها حقيقة لدولة الكويت من إنجازات كثيرة.